السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة أداة قوية Excel File Analysis Tool يحلل لك البيانات الموجودة في الإكسل. زي ما احنا عارفين يعني يعتبر من أنواع الذهب الحديث اللي هو الداتا، فإن احنا نعملها فيجواليز وإن احنا نشوفها بشكل كويس دي حاجة مهمة جدا. صاحب التولز ديت المهندس مصطفى جبر، هو عاملها بأربع لغات: عربي وإنجليزي وفرنساوي وجيرمان. طبعا جيرمان هوت. طب هنروح للعربي. أداة تحليل ملفات الإكسل، تقدر تحمل ملف الإكسل بس ما يكونش أزيد من 200 ميجا. فأنا اخترت مثلا الملف دوت. يبدأ بقى يعمل لك أناليسيس ويعمل معاينة للبيانات ويختار الأعمدة للتحليل. هقول له عايز توليد الإحصاءات، هنا الشرح هو بالتفصيل ايه الحاجات اللي احنا هنقدر ان احنا نعملها. دي الاحصائيات الوصفية، وبعد كده هنشوف بقى التصور التفاعلي. هو بيحمل الجرافيك دلوقتي. Worker UI ظهر معايا بالشكل دوت، فعايز احط بقى الاكس والواي، فابدأ اسحب بالشكل دوت فيبدأ يعمل لي اناليسز للمعلومات. اقول له كوبي، ابدأ احملها بالشكل دوت، يبدأ يظهر معايا. طيب لو عايز ان انا اعكسهم هاجي هنا، يبدأ انه يعكسهم لي بالشكل دوت. طيب هنا بقى ممكن تعمل فلتر لو انت عايز تعمل فلتر لحاجة معينة. طيب اهوت ايه الحاجة اللي انت مش عايزها. ممكن مثلا مش عايز دول، ابدأ ان انا اشيل الحاجات اللي انا مش عايزها فتختفي من عندي. هنا تقدر مثلا عايز تعمل الكالر مثلا بالشكل دوت، فيبدأ يجيب لي كل حاجة بالألوان بتاعتها. الأوباستي برضو ممكن تقول له أنا عايز الأوباستي الشفافية، فيبدأ يجيبها لك، تقدر أنت تتحكم فيها. تقدر تعمل ستاك مود نان أو نورماليز. نقدر نعمل اكسبورت للداتا، اكسبورت كود يجيبها لي بايثون أو جيسون، أو ممكن أعمل اكسبورت للداتا فريم نفسه. وده ممكن تعمل انيبل الكويري ليميت، تحدد بقى القيمه بتاعته هتبقى قد ايه. وعندي هنا ممكن ان انا اعمل له وات فيجواليز يو وونت تو درو فروم ذا داتا سيت. فهنا برضه ممكن تعمل كذا تشارت، يعني تعمل كذا واحده مختلفه. هنا مثلا بالشكل دوت، هنا تشارت ثانيه تحط بقى الداتا اللي انت عايزها. اذا هو يتحرك بشكل اخر، فأداة ما شاء الله جميلة، أتمنى تعجبكم بإذن الله.